قال إن الحرب القادمة راح تكون حرب عن طريق الفيروسات وراح يموت فيها عدد كبير من الناس. مساكم الله بالخير جميعا. قبل أن نبدأ حلقة اليوم، انزل تحت اضغط زر اللايك، وإذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة عشان توصلك فيديوهاتنا أول ما ننزلها. إني الحين حق الموضوع الرئيسي حق حلقة اليوم، واللي هو هل تم خداعنا بفيروس كورونا أو لا؟ في البداية لاحظنا بالفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا ظهور كثير من الفيديوهات اللي تشير إن فيروس كورونا ما هو مرض طبيعي، إنما تم صناعته لأهداف معينة راح إن شاء الله نعرفها أثناء حلقة اليوم. خلونا في البداية نروح ونشوف شنو قال بيل غيتس قبل 5 سنوات. We're not ready for the next epidemic. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. مثل ما شفتوا ان بيل غيتس تنبأ ان الحرب القادمة ما راح تكون حرب عن طريق صواريخ ودبابات او ما شابه، لا، قال ان الحرب القادمة راح تكون حرب عن طريق الفيروسات وراح يموت فيها عدد كبير من الناس. المشكلة يا جماعة انه قاعد يتكلم وهو واثق كأنه عنده خبر بالشيء اللي راح يصير. يعني لما تلاحظونه هو قاعد يتكلم ما قال من الممكن او من المحتمل، لا، قاعد يتكلم بكل ثقة كأنه هو عارف شنو راح يصير. فبعد انتشار فيروس كورونا بدوا كثير من الناس ينشرون الفيديو هذا، وبدأت تزيد عندهم الشكوك بنظرية المؤامرة. خلونا الحين نروح حق شيء ثاني من الأشياء الغريبة واللي تنبأت بفيروس كورونا، واللي هي رواية The Eyes of Darkness، عيون الظلام. الرواية هذه كانت عن أم اختفى ولدها من سنة، فحبت تتأكد هل ولدها توفى في رحلة تخييم بسبب مرض وباء فيروسي أو ما زال حي. الغريب بالرواية مو إنه تنبأ بفيروس شبيه بفيروس كورونا، لا، الغريب بالرواية إنه كان كاتب اسم ووهان في الرواية نفسها، واللي هو المكان اللي طلع منه فيروس كورونا. يا جماعة شفتوا كل هالأشياء الغريبة اللي شفناها قبل شوي؟ كل هالأشياء بصوب، واللي راح نشوفه الحين بصوب ثاني، واللي هو المسلسل الكرتوني The Simpsons، واللي قدر انه يتنبأ بكثير من الأشياء بشكل صحيح قبل حدوثها بسنوات. أخليكم الحين مع الفيديو وبعدها نرجع ونعلق عليه. يا جماعة المسلسل الكرتوني هذا فعلا فعلا قريب. تخيلوا ان عرض قبل 27 سنة تقريبا، وتنبأ بكثير من الأشياء واللي فعلا
صارت بعدها بسنوات، مثل تنبأ بفوز ترامب بالانتخابات الأمريكية. يمكن البعض يقول يمكن صارت صدفة عادي، يبقى خلنا نمشيها معاكم إن صارت السالفة صدفة. لكن تعالوا شوفوا الشيء الثاني، تنبأ بموت لاعب كرة السلة الشهير كوبي براينت، لكن ما توقف التنبؤ عن هالشيء، لا تنبأ بطريقة موته أيضا، واللي هي إن تتحطم مروحيته. فعلا هذا اللي صار، إن كوبي براينت توفى عن طريق تحطم طائرته. ومو بس كذي، أيضا تنبأ إن في فيروس راح يطلع من واحدة من دول شرق آسيا وينتشر بالعالم ويقتل الناس. معقولة تكون كل هذه الأشياء مجرد تنبؤات؟ بصراحة ما عندي إجابة. خلونا الحين نروح ونشوف شنو قال أوباما قبل 6 سنوات، وهل تنبأ بفيروس كورونا أو لا. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly. And in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. So that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment and we're further along to be able to catch it. It is a smart investment for us to make. It's not just insurance, it is knowing that down the road we're going to continue to have problems like this, particularly in a globalized world. لاحظتوا شنو قال؟ قال إن بعد 5 سنوات أو 10 سنوات راح ينتشر وباء عالمي مميت. السالفة موني، السالفة إنه قاعد يقول لازم نستثمر هذه الأوبئة ونستمر بخلق أوبئة مثل هذه على مستوى العالم. يا جماعة ركزوا على كلمة نستمر بخلق أوبئة. اللي نفهمه من كلام أوباما إن هذه الأوبئة مصنعة، يعني الحبايب يتعمدون إن يصنعون بعض الأوبئة عشان يستفيدون منها ماديا وغيرها من الاستفادات الثانية. يوم عن يوم قاعد يزيد الشك عندنا إن السالفة مو مجرد مرض وبس، لا السالفة أكبر من كذي بكثير. تدرون شلون؟ خلونا نشوف شنو قال نائب إيطالي عن حقيقة موت 25,000 إيطالي بفيروس كورونا. Non facciamo di questa l'aula della menzogna. Non il 26 febbraio, ma il 9 marzo la scienza qua evocata diceva che il virus era poco più che un'influenza. Quella scienza è quella a cui si è ispirato questo governo. È detto, è stato detto, è documentato. Non fate di questa l'aula della menzogna. Almeno qui si apre il principio di Giambattista Vico, verum ipsum factum. E allora avete sentito e avete dato i numeri, li voglio dare anch'io. No Dattis, no Pagani, non dite anche qui 25,000 morti, non è vero, non usate i morti per retorica e per terrorismo. I dati dell'Istituto Superiore della Sanità dicono che il 96,3% sono morti per altre patologie. E le menzogne contro le falsificazioni, contro i falsi numeri che vengono dati per terrorizzare gli italiani. I 25,000 morti, lo diceva il professor Bassetti, sono morti di infarto, di cancro, di altre patologie. Non sono morte in Italia 25,000 persone di coronavirus. Non è vero. Ci fu un video che ha detto che إن أكثر من 96% من الأشخاص اللي قايلين إنهم ماتوا بفيروس كورونا هم بالحقيقة مو ميتين بفيروس كورونا، ميتين بأمراض ثانية، لكن تم تزوير بعض التقارير وجعلهم ميتين بفيروس كورونا. الحين يمكن البعض يتساءل ليش يسوون كذي؟ شنو الهدف من إنه يتم تزوير العدد ويخلون العدد أكبر؟
لا بالعكس، أنا كدولة أستانس لما أخلي العدد أقل عشان الناس تشعر بالأمن. في أكثر من سبب تخلي بعض الدول إن يسوون مثل هالحركة، ومن بين الأسباب إن يستهدفون مجموعة من الدول ويثيرون الرعب فيها بشكل كبير، وخاصة الدول اللي تملك فلوس مثل دول الخليج. لأن شنو راح يصير لما الدول هذه تحس بالخوف؟ راح تبدي تبادر أن تدفع فلوس كثيرة، ملايين ومليارات، عشان يوجدون الحل واللقاح بأسرع وقت ممكن. فهني أنا كمنظمة الصحة العالمية وبعض الدول راح نستفيد بشكل كبير من وراء الفلوس اللي قاعد تندفع. فكل ما زاد العدد، كل ما خافوا بعض الدول أكثر، كل ما بدوا يتبرعون بمبالغ أكبر وأكبر. زين أحمد، هل كورونا مرض عادي؟ من خلال البحث اللي سويته اكتشفت أن كورونا خطير فقط على الأشخاص الكبار بالسن واللي مناعتهم قليلة وعندهم أمراض مزمنة ثانية. بس أحمد، احنا شفنا في أشخاص ما فيهم أمراض وأيضا توفوا من فيروس كورونا. أقدر أقول لكم كلامكم صحيح، لكن كان في سبب لهذا الشيء. السبب إن في بداية ظهور فيروس كورونا كثير من الدكاترة والمستشفيات كانوا يجهلون طريقة التعامل معه، فكان البعض منهم يستخدم بعض الأدوية والمضادات اللي بدال تقلل من خطورته كانت تسوي مضاعفات وتزيد من خطورة فيروس كورونا، وهالشيء أدى لوفاة بعض الأشخاص اللي أساساً ما كان فيهم أمراض مزمنة. ومن الأدلة اللي تثبت أن فيروس كورونا فيروس عادي لكن تم تكبيره وتضخيمه إعلامياً، واللي هو أن في كثير من الأشخاص تم إصابتهم بفيروس كورونا وتعالجوا منه بدون لا يحسون بأي شيء وبدون لا تطلع عليهم حتى أعراض المرض. يعني تخيل أنت تنصاب بمرض وتتعالج منه بدون لا تحس بولا شيء. أنت لو تصير فيك إنفلونزا العادية الموسمية يبيلك تروح للمستوصف أو المستشفى عشان تأخذ إبرة، أو أقل شيء تروح عشان تأخذ العلاج اللي يخفف من العوار اللي أنت راح تحس فيه أثناء إصابتك بالإنفلونزا الموسمية. لكن لاحظنا أنه وايد ناس من الأشخاص اللي انصابوا بفيروس كورونا يقول لك حتى إحنا أساسا ما حسينا فيه ولا ندري أساسا إن إحنا كان فينا فيروس كورونا. سؤالي لكم، هل تم خداعنا بفيروس كورونا أو لا؟ وليش؟ ناطر إجاباتكم تحت في التعليقات.